وحول هذا الموضوع يسرنا أن تكون معنا عبر الهاتف السيدة هالة رمزي فايز، عضو مجلس الشورى. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة. وكيف تقرأين هذه التوافقات الكبيرة التي بينتها هذه الزيارة بين قيادتي البلدين الشقيقين في مختلف المجالات سواء السياسية أو الأمنية؟ مساكم الله بالخير وعلى المشاهدين الكرام. وطبعا العلاقات البحرينية المصرية تتسم بقوتها وصلابتها، وحيث يشهد التاريخ أن هذه العلاقات بين البلدين تشهد الدعم الرسمي والشعبي المتبادل، والتي تعززت طبعا ونمت في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله، وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، انطلاقا طبعا من الدور المحوري في المنطقة لهذه البلدين، والتي تتجه بهذه العلاقات دائما إلى الآفاق أرحب، وتثبت متانة العلاقات البحرينية المصرية والتي تستند إلى إرث ثري وقوي وقواعد صلبة وإرادة سياسية قوية لكل من جمهورية مصر العربية، حيث لها مكانة متميزة لدى جلالة الملك المعظم ومملكة البحرين حكومة وشعبا. وهذه العلاقات طبعا تتمثل في تعاون وتنسيق مشترك لترجم بشكل واقعي في الزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، مثل طبعا الزيارة الأخوية اليوم، حيث يتناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين سياسيا واقتصاديا وتنمويا. وترتكز هذه المشاورات على دعائم الأخوة والثقة، وبما يتطلع لتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. طبعا على صعيد آخر يتم استعراض عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأنها، وطبعا وتأكيد أهمية تكثيف التنسيق بين البلدين الشقيقين واستمرار العمل على تعزيز آليات العمل العربي المشترك سعيا لتحقيق وحفظ حالة السلم والأمن في مواجهة التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة. وطبعا من أهمها ما ذكره جلالة الملك المعظم حفظه الله اليوم من ضرورة تنفيذ قرارات وقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والحاجة إلى مسار سياسي نحو سلام عادل ودائم في المنطقة على أساس حل الدولتين لينال الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة. نعم، سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.